السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فكما عودتكم دائما فيديو عامر بالجديد، موديلات ديال العبايه. فاذا كنتي من المهتمين الموضه مالك الا تنضمي للقناه وتفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه مباركه وسلامه تاما. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد العبايه اللي جات غزاله وانيقه ما شاء الله. شوفوا معايا بالنسبه للفصاله ديالها كيفاش جات، فهي بسيطه ولكن انيقه في اللبسه. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللباس هذا من محبي العبايه. بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود فهذه رائعه ما شاء الله، وهذه انيقه كذلك. فكما كتشوفوها معايا كي جات غزاله ما شاء الله وانيقه. شوفوا معايا، شوفوا معايا الخياطات كيف دايره لا فيديو، كيفاش داير العبايه، كيفاش ملبوسه هاد العبايه. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللباس هذا، وهذا موديل اخر وجديد في القناة ولأول مرة غادي تشوفوه. شوفوا معايا هاد الموديل كيفاش جا، فهو رائع وأنيق وراقي جدا. شوفوا معايا البنات محترم، وهذا موديل آخر كذلك. بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا هاد الموديل اللي كيجي منبت في اليدين، شوفوا معايا طريقة ديال التنبات والطرس كذلك. فهنا كما جات العبايه فكيفاش جات غزاله وانيقه ما شاء الله. فنخليو لا فيديو ديالنا يوصل لعدد اكبر من اللايكات، فما تنساوش ديروا اعجاب الفيديو. شوفوا معايا هاد العبايه هادي كذلك كيفاش جات، ما شاء الله انيقه وغزاله ما شاء الله، فهي مريحه في اللبسه كذلك. شوفوا معايا الاناقه البنات، وهذا موديل اخر اللي جا حتى هو جديد على اللي شفنا من قبل. فبقوا معنا، فمازال موديلات اللي هما راقيين وانيقين وجداد لاول مره غادي تشوفوهم. شوفوا معايا هاد العبايه هادي كيفاش جات انيقه وغزاله. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالها كيفاش جات، وحتى اللون ديالها راقي جدا. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه هادي كيفاش مخدومه. شوفوا هذا الموديل اخر حتى هو كيفاش انيق وغزال ما شاء الله. شوفوا معايا بالنسبه للون الرمادي كيفاش دخل مع الاسود، جا انيق. وهذا الموديل حتى هو اللي جا انيق، اللي جا مطروز ومنبت في اليدين ما شاء الله. فإلا مازال ما اشتركتيش في القناه فاشتركي في القناه هكا باش يوصلك كل جديد. هنا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، فهو انيق وغزال ما شاء الله، شي حاجه اللي هي جديده. شوفوا معايا الاناقه ما شاء الله، راقي جدا. شوفوا معايا الخديمه البنات فوق الكتاف وفي اليدين، والفصله كيفاش دايره ما شاء الله، شي حاجه اللي هي انيقه. وندوزو كذلك لهذا الموديل هذا حتى هو اللي جا انيق ما شاء الله وزال، هو جا مختلف على اللي شفنا من قبل. ونشوفوا هذا الموديل حتى هو اللي جا حتى هو انيق، لا في الخدمه ديالو ولا في الفصله ما شاء الله، شي حاجه راقيه. وبالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الالوان
هما بالنسبة لهاد العبي هادي فهي جات غزالة وأنيقة. شوفوا معايا الأناقة البنات، فهي غزالة ما شاء الله وأنيقة. بالنسبة لهادي، بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا اللوينات ما شاء الله على الأناقة. فكملوا لا فيديو البنات حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين بالنسبة للعبايات. فإذا مازال ما درتيش إعجاب الفيديو فديروا إعجاب الفيديو، خلينا نوصلوا لأكبر عدد من اللايكات. فالبنات شي حاجة راقية وأنيقة جدا. فموديلات كلها راقية جدا ورائعة، فهي كتستحق المشاهدة منكم والتشجيعات باللايكات. شوفوا البنات الأناقة، البنات شي حاجة راقية وغزالة ما شاء الله.